إمامنا الشافعي رضي الله عنه يروي عنه الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء أنه قال: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. نتابع في ذكر الرواية فيها أن الشافعي أخذ واستخرج هذا الكلام، هذا التقسيم، من كلام سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه حين قال، حين جمع الناس في صلاة التراويح خلف إمام واحد: نعمة البدعة هذه. فالشافعي من فطانته استنبط واستخرج من كلام سيدنا عمر أن البدعة تنقسم إلى قسمين، وعلى هذا أهل السنة والجماعة، ليس أمرا جديدا، السلف على هذا ومن تبعهم بإحسان هم على هذا. فإذا أردنا أن نذكر الأسماء المؤلفين من علماء المسلمين في المولد وفي إباحة عمل المولد وفي الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عمل جائز مقبول، أكيد الوقت لا يسع، لأنهم بالمئات من شافعية ومالكية وحنفية. حتى في مذهب الحنبلي من ذكر أن هذه البدعة تنقسم إلى قسمين، لذلك ليس بأمر جديد. لذلك نرى الأمة في كل سنة تظهر بهجتها بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، والمرجعيات الإسلامية الكبرى في العالم الإسلامي في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب يبتهجون ويظهرون الفرحة بميلاد النبي الأعظم.